اليوم من خلال هذه الدوره كما قال زميلي عبد العزيز بوضدي حاولنا نضيف ونستدعي مجموعه ديال الموظفين اللي كيمارسوا العمل ديالهم منذ سنوات يعني العمل الميداني انهم يغنوا هذه الورشه هذه من خلال التفاعل ومن خلال كذلك الاستفاده من التجارب ديالهم. السي عزيز يا اليوم كتنظم مؤسسه نوايا البحث والتواصل الورشه الثالثه ديالها في اطار مشروع شباب من اجل الديمقراطيه والحكامه الترابيه. هذا المشروع اللي كتنظمه مؤسسه نوايا البحث والتواصل بشراكه مع مركز التطوير والاعلام، الهدف منه الاساسي هو يعني تفعيل اليات التشاور والحوار اللي جات به الوثيقه الدستوريه وكذلك الوثائق التنظيميه للجامعات الترابيه من اجل اشراك هذه الفعاليات في التدبير المحلي. هذه الورشه الثالثه اللي اختارينا لها موضوع الميزانية التشاركية، الحكامة والميزانية التشاركية بالجامعات الترابية اللي كأطرها إطار الأستاذ محمد السليم مدير المصلحة الجماعية بالجامعة الترابية لايت ملول، فائدة 30 مشارك ومشاركة يمثلون النسيج الجمعوي بجهة سويس ماسا حول آليات إعداد ميزانية الجامعات الترابية وآلية تتبعها وتقييمها. السلام عليكم. اليوم شاركنا في ورشة تكوينية منظمة من طرف مؤسسة تنوير البحث والتواصل حول موضوع الحكامة والميزانية التشاركية بالجماعات الترابية في إطار مشروع شباب من أجل الديمقراطية والمواطنة والحكامة الترابية. الورشة كانت من تأطير الأستاذ محمد السولي الذي قام بتقديم عدة شروحات حول ومفاهيم حول إعداد هذه الميزانية وتدبير ميزانية الجماعات الترابية وكذا أبعاد الميزانية التنموية والسوسيو اقتصادية. من ناحية التكلفة ملي كتجي تقول لي ودي الجامعة ما عندها الإمكانية باش تنظم مباراة وتوظيف 30 واحد ولا 40 واحد ما عندهاش الميزانية ديال حسناء أغرغار موظفة بجامعة أيت ملول فاعلة جمعوية في أكادير وطالبة في نفس الوقت بسلك القانون العام. دونك أول مرة كنشارك في هذا الندوة اللي دارت هنايا في أكادير تحت عنوان الحكامة والميزانية التشاركية بالجماعات الترابية. بيان سور من إنجاز ولا من مواكبة جوج ديال المؤسسات، مؤسسة تطوير الإعلام ومؤسسة تنوير البحث والتواصل، كنشكرهم جزيل الشكر على هاد الورشة لأنها كتدخل في إطار قوانين جديدة وقوانين تنظيمية اللي داخلة في إطار العمل ديالنا حنايا كموظفين بالجماعات الترابية اللي غنستفدوا منها في العمل اليومي ديالنا. هذه الورشه هذه اللي تناولت جوج ديال المواضيع، هضرات على الميزانيه التشاركيه للجماعات وكذلك تدبير الميزانيه بما لها من اعداد وتنزيل وكذلك مراقبه، مجموعه من المفاهيم اللي زدنا طورناها مع الاستاذ محمد السوري مدير المصالح ديال الجماعه. الميزانية تمكن الجماعة الترابية من خلق التنمية من خلال اختصاصاتها من خلال القوانين التنظيمية 111 112 113 14 الميزانيه تقوم على مجموعه من المبادئ ان شاء الله. الرحيم كنشكروا مؤسسه التنوير للبحث والتواصل على الدوره التكوينيه اللي كانت دوره متميزه صراحه، وكان الموضوع ديالها هي الحكامه والميزانيه التشاركيه بالجامعات الترابيه، وكان اطرها السي الاستاذ مدير الجامعه المحليه ديال الملول السي محمد السولي. وكان في المحور الاول يعني هضرنا على الاعداد ديال الميزانيه والتدبير ديالها من حيث يعني التقسيمات ديال الميزانيه من ميزانيه التجهيز وميزانيه التسيير وجميع الاجزاء ديالها، وكذلك الاعداد ديالها يعني من كيفاش كتبلور هذه الميزانيه وكيفاش كتدبر وكيفاش كتنفذ. هذه مبادره طيبه اللي كتنظمها مؤسسه تنوير البحث والتواصل ومركز تطوير الاعلام حول قضايا التي تتعلق بالشأن العام المحلي. تم ذات الصبيحة ورشة حول الميزانية لأحد المختصين اللي أطر هذه الورشة اللي كتعلق بوضع الميزانية بعلاقتها بالمصادقة بعلاقتها بأشطر ديالها من التسيير من التجهيز والإكراهات اللي كاينه عند مدبري الشأن المحلي في التعاطي مع بعض القوانين المؤطره او المراسم المؤتمره للجامعات المحليه.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.